في مدينة كيلس على الحدود التركية السورية اجتمع عدد كبير من الممثلين والكوادر الفنية التي عملت على مدار السنة الماضية لإنتاج فيلم من أجل أخي الذي يجسد أحداث الثورة السورية في عامها الأول باللغة التركية. يتحدث الفيلم عن المعاناة التي عاشها الشعب السوري وكل صور الظلم في بداية ثورتهم. الكثير هنا لا يعرف ما حدث مع السوريين ولماذا قامت الثورة. من خلال الفيلم حاولنا أن نجسد ذلك بصور سينمائية متطورة. جئنا من إسطنبول إلى الحدود السورية لنجتمع مع باقي الأصدقاء وننتقل إلى سوريا الآن. سنعلن عن الفيلم هناك ونشاهده معا علّه يوصل رسالتنا للعالم والشعب التركي. أنتج الفيلم برعاية وزارة الثقافة والسياحة ليعرض على قناة TRT الرسمية حيث تم تصويره في مدينة جرابلس والمدن الحدودية مع سوريا. حقق الله غاية الشعب السوري ونصره على الظلم. أرجو أن نكون قد عبرنا عن محنتكم قليلا. أرضنا وبلادنا مفتوحة لكم، واعلموا أننا دائما بقربكم. تقبل الله شهداءكم وعاف الجرحى وحقق النصر لكم. Ülkemizin sanatçılar olarak her zaman yanlarındayız. Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler. Merhaba, benim ismim İlker Kızmaz. Dera filminde. ومن مدينة الراعي السورية أعلن عن انطلاق الفيلم بحضور رسمي ممثل عن الدولة التركية وأهم وكالات الأنباء الرسمية. نتقدم بالشكر الجزيل لتركيا حكومة وشعبا، ونخص بالشكر وزارة الثقافة والإعلام التركي لتسليط الضوء على معاناة الشعب السوري من خلال إنتاج فيلم من أجل أخي درعا، والذي اليوم سيعرض للمرة الأولى في مدينة الراعي. وجه الفيلم للشعب التركي تأكيدا على مبادئ الثورة السورية والعلاقات بين الشعبين وتأريخا للأحداث الأولى من انطلاقتها في مدينة درعا. من أجل أخي فيلم من إنتاج تركي يجسد المراحل الأولى للثورة السورية في محافظة درعا، أطلق اليوم وبشكل رسمي هنا في مدينة الراعي. لأورينت نيوز، مسلم سيد عيسى، الحدود السورية التركية.